طب مدام صفاء رجعتي. مدام صفاء، الو ألو، السلام عليكم. الو، ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا مدام صفاء، اتفضلي. والله لو سمحتي، أنا عندي طفل حديث الولادة، عنده شهر واحد. ايوه، عندي عنده طفل شهر. حديث الولادة عنده شهر، تمام. وبعدين عند الرضاعة حنكه بيزرق وإيديه الاتنين بتزرق، شفايفه ولسانه بيزرقهم، شفايفه بتزرق وإيديه الاتنين. وايديه الاثنين بس بقت مؤكده من شويه. طب اللسان واخباره من ايه؟ اول يوم، من اول يوم الولاده اللسان بيزرق. الايدين بتزرق والحنك. طيب، حد شافه او وبعدين حد سمع قلبه او حاجه؟ عملنا اشعه ايكو، ايوه. فقال عنده ثقبين صغيرين في القلب، وبعد كده عملنا اشعه في الرئه، قال عنده التهاب رئوي مع انيميا. لا، التهاب رئوي ده هيتعالج ان شاء الله، لكن الثقبين دول بين الاذين والاذين ولا بين البطين والبطين؟ واحد في الاذين واحد في البطين. طيب يعني ان شاء الله باذن الله لو كان حجمهم صغير، بتاع اللي بين البطنين بيقفل لوحده غالبا بعد فتره، واللي بين الاذنين ساعات بيقفل فجاه كده لوحده برضه. فعايز متابعه كل 6 شهور نعمل الايكو علشان الدم ما يرجعش من الناحيه الشمال للناحيه اليمين ويعمل ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي. فهي المتابعه ان حاليا مش هتعمل حاجه غير انه يتعالج من الالتهاب الرئوي اللي عنده ونحافظ عليه، وفي نفس الوقت نتابع بالايكو مع استشاري قلب اطفال علشان في الوقت المناسب نتدخل، وغالبا ان شاء الله باذن الله تعدي معاه ان شاء الله. بس الالتهاب الرئوي معاه دلوقتي بقاله يجي شهر وزياده، ما فيش اي علاج جايب معاه نتيجه. لا ما اعتقدش، اصل ده بيتعالج في البيت ولا في حضانه لا، ولا في الحضانه، احنا ودناه الحضانه من اول يوم الولاده. يعني مازال في الحضانه وعملوا له بقى اللي هو الميكروب اللي في الدم، السي ار بي والمزارع بتاعه الدم، كل ده وبياخد اكتر من عملناه. مضاد حيوي والكلام ده. طيب هو طبعا اللي اكيد في حد مسؤول عنه في الحضانه استشاري، فهيتابع معاه بالمزارع اللي بتتعمل، وهيتابع معاه بالسي ار بي اذا كان بيزيد ولا بيقل. فلكن لها علاج ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش. طب هو بيرضع ولا ما واخد على المحاليل؟ لا، بياخد ساعات محلول وساعات لبن الام بيتحط في الانبوبه. في الانبوبه، حاطين له انبوبه في الانف. ها، طب وزنه اخباره ايه، بيزيد ولا بيقل ولا؟ لا والله، يعني هو بينمو، يعني من ساعه ما دخل الحضانه كبر، ملامحه بانت وكبر شويه. طب مدام، طب خلاص ما تقلقيش ان شاء الله باذن الله. الاشعه اللي اتعملت بعد الاشعه الاولانيه في تحسن في الرئتين ولا؟ بيقولوا في تحسن بسيط جدا يعني الى حد ما. ان شاء الله ما تقلقيش، لان في بعض الميكروبات في الفتره اللي هي الاول شهر ده في الحديث الولاده فعلا بتبقى يعني صعبه شويه في علاجها او مقاومه لبعض المضادات الحيويه. لكن ان شاء الله باذن الله مع المزارع ومع التحاليل السي ار بي ومع الاشعات المتتاليه ان شاء الله يخف ويبقى كويس خالص. ده مفيش منه مشكله، لانه لما بياخد علاجه مظبوط بيخف تماما وكان شيئا لم يكن. هي اما موضوع القلب ده فهيتابع ان شاء الله كل فتره علشان نشوف انه منهم قفل وانه منهم هيقفل تاني، ونشوف الضغط بتاع الشريان الرئوي علشان ما ياثرش بعد كده على الرئه ان شاء الله. ماشي، شكرا لكم. بشكرك يا مدام الف صفاء. سلامه وربنا يطمنكم يعني هي عليه ان شاء دكتور الله. تعمل ايكو كل 6 شهور عشان تتابع حاله القلب. هم بيقولوا لها مع التقرير كده بيجي في الاخر فور فولو اب افري 6 مانس عشان يشوفوا الايه الحاله يتابعوا. بتتطور ازاي. بس غالبا دول يعني ايه في الوضع اللي هي بتقول عليه، لو حجمهم صغير بتاع البطين ده بيقفل، بيقفلوا لوحدهم. لو في المكان العضلي مش الغشائي ده غالبا بيقفل لوحده في خلال سنتين. اما بتاع الاذنين ده على حسب بقى اتجاه الدم من الشمال لليمين ولا لا، وعلى حسب هو ولا ان في نوعين اتنين، هل هو البريميوم ولا السكندم، على حسب ما هيشوف هيقول لها استشاري القلب.